فتعال واستمع معي إلى فضل صلاة الفجر ومكانتها، أحاديث علها تنشط همتك وتحيي عزيمتك وتطرد عنك شيطانك وكسلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم فلا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة؟ قولوا لي كيف بالفريضة. وقال أيضا: له ما أحب إلي من الدنيا جميعا بأبي هو وأمي، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما صلى الليل كله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح افعلوا ولو حبوا، افعلوا ولو حبوا، وأبشر بالنور التام يوم القيامة يا صاحب الفجر. فها هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلم، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المدلجين إلى المساجد في الظلام بمنابر من نور يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزعون، أن يخاف الناس ولا يخافون. فأينكم يا شباب المسلمين؟ أينكم يا رجال الأعمال والموظفين؟ أينكم يا أصحاب المحلات والعاملين؟ أينكم من صلاة الفجر عباد الله؟ أينكم من هذا الفتح المبين؟ أينكم من هذا النور العظيم؟ من هذا الصراط المستقيم؟ والله إن واحدة من هذه الفضائل التي ذكرنا لكافية بأن تستيقظ يا عبد الله من غد وتصلي الفجر في جماعة، وتنفض عنك فراش الكسل، وتصلي في جماعة المسلمين وأنت على وجل على ما مضى. أسأل المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.